اهلا البنات، اليوم غادي ندير معكم واحد الرايب ديال الحك. هادو هما المكونات، فيه ثلاثة ديال المكونات، شويه ديال الملحه. غادي نشعلو حتى يطيب، وغادي نزيد هنايا الرايب ديال الحك، هذا ديال الكوك. غادي نديرلو الرايب ديال الكوك هكا داير، شتو هكا داير. الطريقة كالآتي، ندير هاد الطريقة ونشوف. كندير هكا وكنخلي هذا حتى يطيب، وباش ما يطلق ليا الشعر هنا بزاف غادي نديرو في هاد الستاية هادي، ولا نديرو في شي زيف ديال حياتي بحال هكا، وهو اللي غادي يقد ليا. نخليها هكا، نبقى هادا بهاد الطريقة، تنديرو هكا ونبدا نحكو بيدي، نحكو كنخليه حتى يطيب. وهذا هو الحك ديالنا هكا. نخليه حتى يسخن شويه، يسخن هنايا كما كتشوفوا الحريشه راه كطيب. شتو هكا هكا كندير هكا. نورمالمون في المغرب كنديروه بزيف د حياتي، ما كيخرجش داك، ما كيهبطوش دوك الشعيرات الصغار. دابا ما عنديش هنا الزيت د حياتي، غنديرلو غير هكا حتى هكا كيجي زوين. حتى كيجي رايب واعر زوين كيجي. هنايا الحليب كيسخن، ونبقى غادا بنفس الطريقة حتى التالي، وغادي نوريكم النتيجة. صافي يلا هكا كنبقى غادا، كنبقى غير نحكو هكا بدي، نحكو وندخلو حتى يسخن. كيدفى الحليب، الحليب غير كيدفى ماشي كيطيب، غير كيدفى الحليب وصافي. البنات هذه هي النتيجه ديال الرايب، ها هو راه ريبت روبتو. هذا هكا داير، شتي ما بغيتش ندير بزاف بالمعلقه باش ما يتقطعش. غير المره الجايه خصني نشوف شي زيف د حياتي، ولا باش ندير هاد الشعيرات ديال الحك. هما لي شويه طلعوا لي الدم، ولكن ماشي مشكل، نورمال معده باش جبت الطريقه الصحيحه. قالك خصني غير ندير دوك الشعيرات، غير نسخنهم، يكون الحليب شويه دافي، ونستي كلشي، ونستي الحليب ويمشيو. دابا داكشي باش بقاو لي هادو، اني ماشي مشكل، المهم النتيجه هي هادي ديال الرايب. هذا هو هادشي اللي كاين، شتي. يلا باي باي عليكم البنات اللي ما عارفينش، هذا راه الحك ديال الخرشوف ديال القوق، القوق تنجيبو من الدار.